بسم الله. عندنا عضلات ستريتشنج للرجلين، ممكن نعمل الدايناميك ستريتش، ممكن نعمل الاستاتيك ستريتش، ممكن نعمل الاكتيف ايزوليتد. ومن لو عملنا ستاتيك ثبات هنسبة 30 ثانية، لو عملنا الاكتيف ايزوليتد هنعمل مثلا يعني 12 تكرار كده، تمام او كده. طبعا دي ودي، يعني دي كده زاويه ودي زاويه تانية، مش دي او دي، الاثنين لازم تعمل الاثنين او كده. اخر حاجه عشان انا ماسك ركبتي اهو، بعد كده برفع، يعني ادي واحد اثنين. بعد كده اشتغل على الادكتور، المجموعه العضليه اللي هي الضامه، تمام. 30 ثانية لو ثبات ولو حركة هشتغل 12 تكرار، يعني حركة اللي هو كده 1 2 3 4 لحد 12، ولو ثبات 30 ثانية. وطبعا هنعمل زيهم في نهاية التمرين.